شايفين ده اسمه باك شتاتسيون، يعني محطة الطرود بتاعت الدي اتش ال. لما بيجي لك باكيت وما بتكونش انت موجود مثلا في البيت او حاجة زي كده، او ما بيقدرش يسلمه لك، فبيجي يحطه في المكنة دي. والمكنة دي زي ما انتوا شايفين كلها درجات كبيرة وصغيرة ومتوسطة ورفيعة وطويلة. فبتيجي انت هنا بالكارت بتاعك تحطه هنا، بتوريه له على المكنه هنا، وبعدين بتلاقي درج من الادراج دي اتفتح، وبتاخد الطرد بتاعك وبيتقفل وكله تمام، مفيش اي مشكله خالص. مش زي عندنا يعني ممكن الطرود توصل متاخر او حاجه زي كده. وده هنا الباك شتاتسيون، بس تيجي تاخده بنفسك في اي وقت، الساعة 11 بالليل، 12 بالليل، 2 الصبح، 3 الصبح، في اي وقت زي ما انت عايز. وده بس حبيت اوريها لكم، دي حاجات الدي اتش ال في المانيا. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، والرجاء الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديوهات اخرى.